بعد يوم من إعلان دفاع الرئيس السابق محمد ول عبد العزيز أن وضعيته الصحية في خطر، القضاء الموريتاني يسمح لول عبد العزيز بإجراء فحوصات طبية بالمستشفى العسكري بنواكشوط. وقالت هيئة دفاع الرئيس السابق خلال نقطة صحفية أن الرئيس السابق سيجري فحوصات من بينها التصوير المقطعي المعروف بسكانير، ولم يتأكد بعد ما إذا كان الرئيس سيجري هذه الفحوصات في المستشفى العسكري أم في مركز أمراض القلب بالضاحية الشمالية الغربية للعاصمة نواكشوط. وكانت هيئة دفاع الرئيس السابق عقدت مؤتمرا صحفيا الثلاثاء أكدت خلالها أن حياة موكليها في خطر، مرضفة أنه تم منعه من العلاج رغم مرضه وحاجته الملحة للعلاج المبينة في الشهادات الطبية الصادرة من أطباء دوليين ومحليين، كما منع من الشمس والرياضة ووسائل الاتصال ولقائه أهله وأصدقائه وأنصاره. وأشارت الهيئة إلى أنها منعت من طرف الحرس التابع لوزارة الداخلية السبت 29 يونيو من لقاء موكلها، مضيفة أنهم خاطبوا إدارة السجون المسؤولة عن نظام وتسيير السجون. واتهمت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ول عبد العزيز السلطات الموريتانية بمضايقة موكلها، وذلك من خلال ما تقول إنه انتهاك لحصانته الدستورية المكرسة في المادة 93 من الدستور، إضافة إلى منعه من رؤية الشمس ومزاولة الرياضة ولقاء أهله رغم حاجة مرضه الملحة إليه، مشيرة إلى أن الحالة الصحية مبينة في الشهادة الطبية وأنها صادرة عن أطباء محليين ودوليين.